يصل غدا الخميس طاقم الحكام الإيطالي المكلف بإدارة المباراة الودية التي ستجمع بين منتخبي مصر والبرتغال يوم الجمعة المقبل في مدينة زيورخ السويسرية ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2018 والمقرر إقامتها في روسيا صيف العام الجاري. ويتكون الطاقم الإيطالي من باولو مازوني حكم ساحة ويساعده ماتيو باسيري وفابيانو براتي إضافة إلى الحكم الرابع ماركو جودي وديفيد ماسا حكم فيديو وأندري كريسبو مساعدا له.